العديد من الأشخاص المدخنين بيتجهوا لكل الوسائل والطرق اللي ممكن تساعدهم لحتى يقلعوا عن التدخين، والغالبية منهم يمكن ما بيفضلوا أنه يعتمدوا على الوسائل اللي بتكون دوائية خوفاً من تأثيراتها السلبية، فبيلجأوا بقى لكثير من الطرق الطبيعية اللي احنا اليوم رح نحكي عنها. أعطيني ديتوكس، أعطيني شغلة تلهيني عن النيكوتين، أعطيني شغلة ترفع النيكوتين بس ما تضر الرئتين وغيرها من القصص. في دراسة أثبتت أنه الأشخاص اللي نو يقلعوا عن التدخين نهائياً 100% نجحوا، بينما اللي نو يخففوا من التدخين مو يقلعوا عنه ما قدروا. رح نشوف مصداقيتها هالدراسة أو لا. بفقرة اليوم رح نساعد كل شخص عنده الإرادة والقناعة بأهمية الإقلاع عن هالعادة بطرق ووسائل طبيعية بتتمحور حول الغذاء الصحي يلي إله دور بتنظيف الرئتين وتنقية الجسم من سموم النيكوتين. كل هالتفاصيل رح تخبرنا عنها ضيفتنا اختصاصية التغذية ثواب الغبرة. أهلا وسهلا فيكي. يسعد لي مساكم، يا أهلا وسهلا. مساء الخير دكتورة ثواب، وأهلا وسهلا فيكي معنا. يعني كتير ناس حابين ياخذوا هي الخطوة، حابين انه يبطلوا تدخين، لكن موضوع اول شيء ما له سهل، خلينا نتفق عليها. يعني الموضوع صعب، بده اراده، بده صبر، بده الكثير من التفاصيل اللي حنعرفها من حضرتك. بدايه في طرق طبيعيه فعلا ممكن عن جد تساعدنا بنسبه 100% انه نحن نقلع عن التدخين؟ طبعا طبعا، يعني سبحان الله، الله الانسان جهزه بارادته. إرادته أول طريقة طبيعية نحن عم نقدر نشتغل عليها. هلا بالبداية أول شيء بوجه تحية للإخوان المدخنين اللي صاموا شهر رمضان. يعني عن جد والله إنجاز قوي. إيه يعني هل يستوي المدخن اللي بيصوم والذي لا يعرف التدخين ويصوم؟ طبعاً أكيد. هذا الإنسان تجاوز مرحلة إنه شهوة، مو شهوة حتى بدنا نقدر حتى عادي. ما نصوم عادي عادي، وفي شيء اسمه مادة كيميائية عم تلعب بي تغيرات الجهاز العصبي تبعه، فنحن منتشكره يعني منقول إن شاء الله جزا الله مثل ما بيقولوا. هو سبحان الله تجاوز شيء اسمه شغلة كيميائية بدمه عم تطلب وصار عندك إياها. كونه نجح إنه صام تقريبا بهالطريقة هاي، فهو حينجح أكيد بإذن الله تعالى حتى للإقلاع بالعمر كلياته. النقطة الثانية حكيته شيء إنه هل يستطيع الطرق الطبيعية إنه قاوم هيك مادة كيميائية خطيرة جدا عششت بجهازه العصبي؟ طبعا يستطيع، وطبعا الطرق الطبيعية أحسن من الطرق الدوائية، واللي فوت المادة بيقدر يطالعها. يعني هاي أهم نقطة بدنا نشتغل عليها. هلأ الفكرة الأساسية بشي في شيء نحن بنقدر نقول إنه منساعد حالنا إنه ما نحس هالآثار الفظيعة على جهازنا العصبي. هاي اللي جاي نحكي عليها وصفتين ثلاثة. هلأ في شغلة حكيتها يا ورد إنه أنت مثلاً هل اللي خففوا ما قدروا إنه يقلعوا نهائياً؟ أنا كمان بشجع إنه الواحد يخفف إذا ما عم يقدر يقلع، بس أنا الفكرة الأساسية على سبيل إن شاء الله بإذن الله إني أنوي إني أنا أقلع. هلأ اللي بده يخفف، في ناس عندها نيتين، إني أنا خفف مشان بس خفف الآثار السلبية على جسمي. هاي صح، والأصح إني أنا خفف كمان حتى أنا إن شاء الله على طريق الإقلاع. هي الأفضل. يعني مو غلط الإنسان هلأ يطلع على الخطوة اللي هلأ بعدها والله حي يشده بلا الخطوة اللي بعدها بالتدريج. هلأ نحن ما رح نحكي بالشرع حرام ولا حلال ولا التدخين حتى، مو جاي احكي انا بضل الصحة ولا الهيئة. حنحكي يعني حنحكي شغلات عن جد نحط ايدنا بايد كل حدا مدخن وعقد النية انه يترك التدخين، لانه في قاعدة مثلا ما بعرف اذا متفق عليها انه ما ضر كثيره فقليله حرام. طبعاً طبعاً. لذلك عم يضر غيره، عم يضر صحته وعم يضر جيبته. يعني بظل هالظروف اللي نحن عم نعيشها، الباكيت المتوسط عن اكله وشربه الباكيت المتوسط قديش سعره؟ والله ما عندي فكره. 3000 ليره. تعي نحسبها حسبه، اذا بده باليوم باكيت 3000 ليره 3 ب 10 ما شاء الله، وكان 90000 100000 ليره بالشهر. من قاعد على صفرته هذا. لا وشو بيقولوا لك بعض الشباب؟ شو هالراتب اللي عم باخده؟ حق دخان ما بكفيني، لسه بدك تدخن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا انا مو تنظير على المدخنين، نحن رح ناخذ ايدنا بايدهم اذا عندهم اراده يتركوا التدخين. ان شاء الله. اول وصفه في عنا شغلتين. وصفه تخفيف طلب النيكوتين بالدم. كيف؟ هذا النيكوتين يذهب إلى بعد ما يؤدي وظائفه إن شاء الله ما شاء الله المفيدة بالجسم، فبيروح على الكبد مصرف السموم تبع الجسم. عنا قرنتين، في عنا تركيزه باللعاب، تركيزه بالدم، وتركيزه بالكبد.
المخزون هذا نحن بدنا نقصه إن كان باللعاب، لأنه بيطلب لك التركيز اللعاب وقت بيخف النيكوتين حيطلب السيجارة اللي بعدها. الشيء الثاني تركيزه بالدم هو اللي بيأثر على النيرفز الجهاز العصبي، فبيلاحظ إنه المدخن بالبدايات هي إنه تركيزه فائدة، ما بيعرف يشتغل شغلته بتركيز إلا إذا ما أخذ. التركيز الكبدي عندي إياه اللي هو مسؤول عن شيء اسمه أنا يستحيل إني أنا بطل السجاير، هذا تبع انه هذا مزاجي اللي انا بظبط فيه الامور تبعي. هدول الثلاث مستويات الوصفات اللي هلا بتخفضهم، نجي على وصفه اللعاب. اذا بدي انا باعد السيجاره اللي بدي اطلبها لساعات ابعد يعني ابعد هيك بس ساعه سيجارتين بدي مثلا كل ثلاث ساعات سيجاره. الماء والليمون خافض النيكوتين باللعاب هو الماء والليمون، فورا بغير البقش تبع اللعاب والامور هي، فبتطلب السيجاره اللي بعدها لا بعد. لنفرض انا هو فتح شعل السيجاره تبعه، قبل ما يشعل السيجاره تبعه وعنده اياها بيكون مي وليمون بين ايديه، بيحط لي اياها مي وليمون، شويه مي وليمون قبل السيجاره وبعد السيجاره، بيخليك طلبك للسيجاره اللي بعدها ابعد. هي اول وصفه تماما، هي بتساعد كثير هالامور هي. نجي للتركيز بالدم. التركيز بالدم اهم وصفه له هو عصير الطماطم، في نيكوتين تعويضي عندي اياه، ما بيصير الجسم وقت بينقص او الدم بينقص منسوب النيكوتين بالدم اللي هو المسؤول على تركيز او تنبيه الجهاز العصبي بطريقه معينه مثل تنبيه الكافيين، فوقت بينقص عندي اياه كبايه شوي عصير طماطم طازج في نيكوتين تعويضي بيوهم الدم او الجهاز العصبي انه هو ما نقص عليه شيء، فبيصير بيطلبها كمان بكميات متباعده. وهي وصفه منيحه للناس اللي حاطه ببالها اليوم انا ما بدي ادخن اكثر من 5 سيجارات، يعني نتجاوز تركيز تبع اللعاب. يعني مثلا واحد مثلا عم يحاول ينقل سجايره من 20 سيجاره لنفرض او من 30 سيجاره للخمسه للهي، وصفه عصير الطماطم رائعه بتساعده يخفف. بالضبط. نجي لوصفه الكبد اللي هي الاساسيه اللي هي بتساعده اقتلاع ما تبقى من اثار. هلا انا عن اني انا عادتي وانا بدي ركز وبدي احسن مزاجي، نسبه الاطران بالضبط، هذا الاطران اللي هذا المسرطن اللي هذا بده يتجمع بالكبد وهذا اللي عم باخذ انا اثاره السلبيه. عندنا رنتين عم يتجمع فيها، بقايا الاحتراق هي بالرئه والاطران قاعد بالكبد. اهم وصفه لاخراج حتى لو انسان ما عم يقلل، هي انا بعطيها الوصفه ان كنت بدك تاقلع ولا ما بدك تاقلع مشان تطالع هذا السم اللي من جسمك. عندنا بالنسبه لي معلقه زيت زيتون بنضرب بالخلاط مع معلقه كركم وشويه زنجبيل، هدول المواد مقلعه بتاقلع بتخلي الاطران يطلع عن طريق العصاره الصفراويه. طبعا القطران هو التار اللي هو اللي بيحطوه على الزفت لما بدهم يزفتوا فيه الاراضي. ايوه بالضبط بالضبط. هذا السام درجه كثير، نحن بنقول ميليغرامات قاتل بتقتل، عندي اياها تبع تجربة السبعين فأر، يعني بتروحوا للإنسان. هلأ اللي بيهمني أمره المخزون اللي هو نواتج الاحتراق تبع الرئة، كيف بدي طالعه من الجسم حتى أفتح الرئتين تبعي، هو وصفة البان الدكر. البان الدكر مادة كتير رائعة لتنظيف الرئتين والقصفات من نواتج احتراق الأطران تبع التبغ والهالأمور هي. وبحكي كمان مع اللي بيأرقلوا كمان، يعني مو فقط المدخنين، أنا جاي أقول يعني هذا اللي بيعملين اللي على الأطران وأكتر كمان. فنحن وصفة اللي هي هي تبع صحة الجسم، انت بدك تأقلع ولا ما تأقلع، اصحك تترك وصفة تنظيف جسمك اللي هي نحن حنعيدها باختصار. البان الدكر عندي اياه لتنظيف مخزون نواتج الاحتراق تبع الرئة، شوية البان دكر عندي اياه بينخلط مع شوية لبن او ما هو ما بيحطنه بيعبيه بكبسول، ياخذه مثلا بمعدل معلقة الصبح معلقة المساء. نيجي لتنظيف الكبد بالنسبة لنواتج الاطران وهالامور هي، عندي مع فنجان زيت بسيط ينضرب بالخلاط مع شوية ملعقة كركم عادي كركم طبيعي هذا الاورانج وعندي كمان شوية زنجبيل بينخلطوا، تاخذ كل يوم منهم معلقة صباحا او مساء او على السحور، عندي اياها معلقة او معلقتين، هي رائعة لتنظيف الكبد من كل سموم الاطران. تمام. هلا هدول الثلاث وصفات في حال هو بلش يشتغل عليهم حيلاحظ انه طلبه للسجاير كلها اللي جسمه رجع يشكل كولاجين، حيلاحظ بعد اسبوعين بعد اسبوعين وتبع المي والليمون بيلاحظها بثاني نهار.
يعني هو حتى يجربها هلا بعد ما يخلصوا هلا يفطروا اخوان اول شيء بعد عواض الشاي اللي هن بيحطوه سيجاره يهضموا الاكل. هيك بدي اقول لك يعني انه نحن ليش يعني عم نحكي عن انه رمضان ساعد المدخنين يقلعوا عن الدخان. انا بعرف شخص مدخن كثير عزيز علي وبيحترق قلبي علي لانه انا بعرف حالته الماديه كثير صعبه على فكره بالضبط. بس علقان بالدخان بين الافطار وبين السحور بطلع كل الفرق يعني بيقول لي قدن الامساك بيقول لي قدن الامساك بيقول له ايه قدن بيقول لي ايه للحق لي سيجاره معناها حرام يعني بيتسحر على سيجارتين بيفطر على سيجارتين معشش بدماغه السابع وبين كل ركعتين تراويح كمان بده ياخذ بريك يدخن سيجاره ادمان ادمان وادمان اللي هو ادمان اللي نحن معتبرينه ادمان الراحه وانا ما بدنا ننظر لانه اللي بيحكي كمدخن يعني مو تنظير اللي بيحكي كمدخن غير اللي ما بيعرف شو وجعه بهذا التدخين لانه نحن بنرجع نقول انا وياك كمان ننسى ما دخلنا بحياتنا بنقعد بنحكي انا شوي بس بعدين يعني الله 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 ما ما ما, ما مشيت هالعاده ما مشيت حاولت ما حدا بيفهم المدخن غير مدخن مثله صح وما حدا بيعرف يقول له الطرق الصحيحه لانه يملص غير مدخن اقلع بالفعل عن التدخين تماماً. عن اكثر من الاخصائيين والدكاتره اللي نحن بننظر عليهم بعدين بيقول لك انه بدي اعيش 70 سنه وحمود. خلص هيك خلص بعدين بيعمل فقره انه مخترع الشوكولا هو عاش 100 سنه واللي اخترع الاكل الصحي ما تقبله هيك بيوهموا انا رب العالمين اعطاني صحه وعافيه فانا لازم انا اكون امينه عليها وهي مخلوقه لتشتغل معي لاخر لحظه بحياتي دون ما اي انسان يمد ايد المساعده لي ويعطيني حبه دواء ليش انا اوصل حالي لهالمرحله هي اللي انا اهري فيها اعضاء الله نعمني في عليه كله هذا بدنا ننسال عليه فان شاء الله تكون هاي الحلقه فادتهم باذن الله تعالى ان شاء الله. طب حكينا احنا على الخلطات اللي هي متوفره وما في عم نحكي عن شغلات غريبه ما بنلاقيها بالبيت لا نحن قدرانين انه تكون موجوده عنا ونقدر نستفاد منها لنعمل هالخلطه وتساعدنا لنقلع عن التدخين. طيب نحن بهي الفتره اللي بنكون اخذين فيها هذا القرار وعم نطبق فيها هي الخلطات في نظام غذائي معين ممكن يتم طبعاً. اتباعه او بتنصحوا فيه لحتى يساعد بتنظيف الرئتين بالضبط. اكثر نظام غذائي بيساعد هو المعتمد على الورقات الخضراء او الخضروات اللي فيها عندنا نسبه حديد عاليه خاصة نبات اسمه نبات الجرجير. نبات الجرجير كتير عندك يا سلطات الجرجير بتحافظ على الإنسان إنه عن جد يحاول يقلع عن هاي المادة هاي المؤذية وبتطالع التعشيش المعقدات اللي مشكلتها مع جهازه العصبي. النسبة اللي بياخد الإنسان عندك يعني يكون شوي نباتي بهالفترة وقت بده يحاول يقلع. اللحم الأحمر بيخليه يطلب أكثر. اللحوم الأبيض والأسماك بيخليه يطلب أقل. الشغلة الأنظمة اللي بتعمل الدم قلوي كتير بتخليه يساعد هذا الموضوع. لذلك نحن قلنا المي والليمون بين الوجبات ديتوكس لكل شيء يعني حتى مو فقط للناس المقلعة عن التدخين على أي دواء. أي إنسان أخذ نسبة كورتيزونات عالية أخذ نسبة أدوية عالية أدوية التهاب عالية الماء والليمون منقي جدا رائع لهذا الموضوع. أهم نظام غذائي بيعتمد عليه للإنسان المدخن بده يقلع هو يكون نسبة الماء نسبة عالية فيه. النقطة الثانية الشيء اللي يكون فيه نسبة خضروات عالية والأهم من هيك يبتعد عن مواد اسمها مواد العجين. العجين والنيكوتين عندك ياها كتير بيحبوا بعض يعني أنا بالنسبة لي أي أكل فيه عجين بيأهل وسط المدخن الإنسان إنه يدخن أكثر والسكر معشنة. بالضبط أي حلق حتى بتلاحظ إنه بيفتح شهية المدخن شغلتين الكافيين وشغلات اللي فيها عندي إياها الأنسولين بترفع الأنسولين بنسبة دم عالية كل الشغلات اللي بتخفضها بالعكس ما بتخلي قابلية ممكن اللي بيخففوا دخان شهيتهم ترتفع للأكلات أيوة صح وفي بدنا نعمل وصفة للإنسان اللي أقلع عن التدخين ولقى حاله عم يزداد وزنه كتير في يستخدم مادة البان الذكر اللي حكينا عليها إنه هي لتنظيف الرئة لأنه هي بتساعده على قطع الشهية وبنفس الوقت ما بتخليه يفتح شهيته تمام لانه بتلاقي اي واحد اقلع عن التدخين زاد 10 كيلو بعدها لانه كان عم يتفشش بشيء لا لازم ننتبه على قصصنا هلا بيعملوا لنا ريجيم تبع السجاير اللي كان انتهى الوقت ولكن انا بدي اقول لا الدكتوره سواب ولا ايا ولا ورد ممكن يعطيكم نصائح اذا ما كان في عندكم اراده صح فشكرا لوجودك معنا ان شاء الله كل حدا ناوي اقلع عن هالعاده السيئه.